أخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. أنت تاني؟ ياه أنت إيه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا أخوي، وراك وراك إن شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك أنت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الألمظاية ده هي، لكن أنت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين أنت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. أنت باين عليك اتجننت يا عمرو. طبعًا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقة في راسه؟ إيه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي أنت أحلى من إيه بالنسبة لي؟ إيه؟ أحلى من أحلى لحظة في عمري بقضيها يعني. عارفة ساعة الأوالح بتاعت الدورة لما بتولع وتعمل كده ركية نار وعليها براد الشاي تحت النخلة كده في العصاري؟ أنا بحب اللحظة دي، أنا ضحيت باللحظة دي لأجل العيون دي. أوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل أنت وتحترم سنك، إيه أوالح مولعة دي؟ إيه ما تعرفش أوالح مين مولعة؟ وأنت بتتكلم ليه أصلاً؟ إيش أخشاشك؟ أنت قاعد معانا على الترابيزة، قوم غور في أي داية من هنا. أنا اللي قاعد ليه؟ أيوه، القعدة بقت سرية وخاصة، بقت ما بين العمدة وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. بتجعي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهيتعبك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحك عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس.